برحب بحضراتكم من الكنيسة البطرسية بالعباسية، ونحن في انتظار الجثمان الطاهر للملاك البريء الطفلة ماجي مؤمن الشهيدة التي انضمت اليوم إلى مصاف الشهداء القديسين في حادث البطرسية الإرهابي. هذه الشهيدة التي لا يتعدى عمرها 10 سنوات ذهبت إلى فردوس النعيم، روحها الطاهرة إلى فردوس النعيم لتكتمل وجودها مع صفوف الشهداء والقديسين. على رجاء القيامة نودعها، على رجاء القيامة نطلب منها صلواتها وشفاعتها من أجلنا كل حين. ننتظر ولحظات ويصل الجثمان الطاهر. المشاعر هنا ملتهبة تماما، الحزن يخيم، ولكن بعض كثير من السيدات يرتدين الملابس البيضاء ابتهاجا بهذه الشهيدة التي ذهبت إلى سماء الخالدين والمنتصرين. لا أقول نقف في جنازة، بل نقف في فرح هذه الشهيدة، هذه الطفلة التي ما من أحد يرى ابتسامتها إلا ويرتبط بصورتها مجرد